انطلاقة بطولة السوبر سوبري مكة التي ستنطلق هنا على أرضية ملعب السلطان. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، عبر بطولة السوبر هنا على ملعب السلطان، أولى مواجهات النصف النهائي التي جرت هذا المساء ما بين فريق نجوم مكة ومدرسة المواهب، انتهت 2-1 مدرسة المواهب، أول الواصلين إلى المباراة النهائية في هذه البطولة. في هذه اللحظات يصلني أن يكون معي إداري فريق نجوم مكة الكابتن غالي، أحييك عبر ميديتك، هارد لك الخسارة اليوم. نجوم مكة حقيقة اليوم في هذه البطولة أثبت للجميع بأن نجوم مكة عائدون بقوة في أقوى بطولة في هذه الفترة، ربما هي بطولة قوية، لم يتوقع الجميع بأن يصل نجوم مكة إلى هذه المرحلة، وصل إلى دوري الأربعة، كان قريب من أن يصل إلى النهائي لكن الحظ لم يخدم. هارد لك، كيف تشوف وجود نجوم مكة في هذه البطولة وعودة نجوم مكة في بطولة السوبر؟ أول شيء أقول الحمد لله على كل حال، ونبارك لمدرسة المواهب، وهارد لك لشبابنا اللي ما قصروا، قدموا الغالي والنفيس من بداية البطولة. احنا كإدارة مبسوطين جدا من جميع اللاعبين، كل الامور اللي قدموها في البطولة هذه والله العظيم احنا مبسوطين منهم، لانها هذه عودة ويعني ما كنا متوقعينها، ولكن اصبحت عودة قوية، وان شاء الله حنشتغل على بعض الامور الفنية والإدارية، وحنشارك في مشاركات ثانية، وبنطلع بمستوى افضل من اللي ظهرنا به الان. كابتن غالي، في بطولة السوبر ربما لم نشاهد فرق، إنما منتخبات. نجوم مكة دخل هذه البطولة وهو فريق ربما واجه صعوبات قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، أليس كان بالإمكان أن يتم الاستعانة من بعض الأسماء الخارجية لدعم صفوف الفريق؟ أول حاجة يعني أنا جدا جدا مبسوط وفخور أني أنا مشارك بفريق في بطولة كلها منتخبات، وهذا يدل على أنه المستوى اللي قدمناه إحنا من بداية البطولة مستوى مشرف، لأنك أنت بتقابل منتخبات ونخبة من لاعبين مكة ما شاء الله تبارك الله. بالمجموعة اللي عندي الحمد لله قدرنا نوصل دوري الأربعة، قدرنا نتجاوز فرق كانت يعني لها صيت ولها اسمها في البطولة ولله الحمد. فيعني إحنا بالنسبة لنا عشان عودة للفريق مستحيل نستقطب المحترفين بعدد أكبر، يعني طلبنا لاعبين ممكن في خانات معينة فقط، ولكن باقي المجموعة هي اللي تكمل الفريق في كل البطولة. كابتن غالي، حقيقة أهنئكم كإدارة وجهاز فني على هذا الفريق، فريق نجوم مكة العائد وهو فريق بطل بدون أدنى شك، له تاريخ كبير جدا، مبروك لكم هذه العودة بهذه الأسماء الشابة مجددا إلى الساحة الرياضية. ماذا بعد لنجوم مكة؟ أين سنجدهم وأين سيكونون في الفترة القادمة؟ الله يبارك فيك، إن شاء الله حتشوف نجوم مكة دائما في كل الميادين بإذن الله، عودة من يعني انقطاع طويل بمستوى مميز بإذن الله، حنشتغل على الشباب وحنشارك في كل الاستحقاقات لين ما يظهر الفريق زي ما كان بإذن الله، ويعود لأمجاده وانتصاراته إن شاء الله. وشكرا لكم يا ميديا تك نمبر 1 حبايب، الله يسلم.